أعلنت وزارة الصحة وقاية المجتمع عن إجراء 317823 فحصا جديدا لفيروس كوفيد-19، كشف عن 78 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740879 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 95 حالة جديدة من المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735457 حالة. هذا وتم الكشف عن وفاة حالة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2143 وفاة. وعلى صعيد اللقاحات، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 35113 جرعة جديدة من لقاح كوفيد-19، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الآن 21,537,698 جرعة.